نقطة أحسن من ضياع الثلاث نقاط، ولا الحظ ما زال يبتعد ويعاند النادي المصري؟ كلامك كله مظبوط، يعني انا شايف نقول الحمد لله، لان انت بتيجي يعني بتلعب على مكسب، انت نازل بتلعب على المكسب، كل الماتشات بتلعبها ولله الحمد. احنا اللعيبه كلها برمجه على كده، انك انت تلعب اي فرقه، وخصوصا الفرقه القويه، الفرقه اللي في الاوائل، بنحب نلعب مع الفرقه دي عشان بيبقى في كوره، بيبقى في تقل. دلوقتي بيبقى في حاجه عندك، ان انت حته عدم التوفيق، اللي بقى لنا 3 4 ماتشات في الفرص اللي بتجي لك، الفرقه كلها بما فيهم زمالك اسماعيلي والنهارده المقاولين وطنطا، كله بيبقى عايز، بيقول لك لما اطلع مع النادي المصري بنقطه بتبقى حاجه جميله جدا، وانت بتقول الماتش ده مش كلام، ده دليل. الماتشات كلها اللي احنا لعبناها بتلعب على المكسب، بيجي لك سوء توفيق غريب جدا، اخطاء غريبه جدا من بعض اللعيبه عندنا، يعني مثلا زي ما قلنا ماتش الزمالك، واحد جون لوحده بيقع، طب نعمل ايه؟ وانت اصلا من بدايه الماتش، من اول دقيقه مع نادي الزمالك، انت اللي في نص ملعبها، في نص ملعب الزمالك وضاغط، وبعد كده ما دخل فيك جون، بتضغط عشان تجيب جون في نادي الزمالك، ونادي الزمالك يعني بيحاول ان هو يطلع، يعني عايز يطلع باقل خسائر معاك، وقبل الماتش بيبقى التركيز كده. وفي نفس الشيء نادي الاسماعيلي انت ضاغط وعايز تكسب، بتتخطف جون باخطاء بعد ما تعادلنا. وعشان كده النهارده بقول يعني على الظروف اللي حصل ماتش الاسماعيلي، الحمد لله ان وانت ضاغط برضه، والمقاولين العرب نازل عايز ياخد منك نقطه، وهو جاي بيدعي وبليله القدر ان هو ياخد من النادي المصري نقطه، فلا نفسه برضه في اول 3 دقائق بدون اي سبب ولا اي حاجه، كره مرفوعه ملهاش لازمه من نص الملعب، من عند قريبه من السنتر، بتترفع، راجل بيلمسها، طبعا خطا دفاعي وخطا من الحارس، فانت في حاجات البسيطه دي بتضيع منك وقت كتير جدا، انك انت تركب الماتش من الاول. فانت بتحاول تلعب تاني، تخيل لما تلعب تنزل في مغلوب 1-0، يعني انت قبل ما تنزل 1-0 عايز تتعادل وعايز تكسب. ده الماتش التاني على التوالي في اول 3 دقائق في مباراه نادي الزمالك، في اول 3 دقائق ايضا في مباراه المقاولين، اعتقد في طنطا تقريبا، ده نقدر نقول عدم تركيز او حمى البدايه، في اخطاء طبعا، بس في عدم توفيق غير عادي. انت المشكله ان انت عارف، لو انت وحش كان الموضوع خلاص، يعني الفرقه وحش، انما انت احسن من الناس اللي قدامك، احسن من الفرقه اللي بتلعبها، وانت راكب الماتشات كلها، ارجع للاربع ماتشات اللي فاتوا دول، انت احسن وراكب الماتشات، فجاه احنا قاعدين بره بنبقى زعلانين، التعادل ايه؟ بنلعب على الفوز، سبحان الله. يعني انت بقول لك، وانت يعني ماتش الزمالك احنا عايزين نكسب، الاسماعيلي عايزين نكسب، طنطا عايزين نكسب، المقاولين ما فيش فكر خالص عند اللعيبه، حطينا فكر ان عند لعيب من اللعيبه انك انت بنلعب على التعادل، احنا عايز التوفيق والستر وكل حاجه، انما انت عندك القدرات، انت اعلى دلوقتي ولله الحمد، عندك بتلعب احسن كره في مصر، انت بتلعب احسن كره في مصر دلوقتي، بس في عدم توفيق غير عادي، مع اخطاء، ما في شويه اخطاء في بعض الماتشات اللي فاتت، سيبك من النهارده، اخطاء مش عايز تكسب، ليك اخطاء في الملعب، ليك بنالتي، ليه واحد يطرد، واحد ياخد انذار تاني، ما بتحصلش، مع بجانب عدم التوفيق اللي عندك، انما في نفس الوقت انا بقول الحمد لله، يعني الحمد لله على سوء التوفيق اللي هو عندنا اللي موجود الفتره الاخيره، الحمد لله ان النهارده خلصت كده، بس ان المقاولين طبعا بالنسبه له ده فوز وفرحه، انما احنا بالنسبه لنا بنقول الحمد لله طبعا، انما نتمنى الفوز، نتمنى 3 نقط في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. كابتن ابراهيم، ابتعاد بعض نجوم الفريق اللي كانوا هم مصدر الخطوره في النادي المصري، ابتعاد يعني لاكثر من رابع من 4 5 مباريات على التوالي، ابتعاد هؤلاء النجوم تفسروا بايه؟ وبعدين جماهير النادي المصري بتسال، هو في ايه؟ اقول لك انا حاجه، في اسباب كتيره، هقول لك بعض الاسباب. انت دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم عندك من 2 لعيبه مهمين مش موجودين خلاص لاخر السنه، بنحاول نجهزهم ان شاء الله ولينا عمر لاول السنه، شكري وصافي دي 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 ده اول نقطه. النقطه الثانيه، انت كل ماتش دلوقتي بتلعب يا ناقص لعيب للاصابه، فاهمني، يا ناقص لعيب للاصابه للايقاف، يعني احنا الماتش ده منصور موقوف، الماتش اللي قبل كده فريد شوقي، كل ماتش كده، كل ماتش بينقص لك لعيب، فحته مع السبب بقى الرابع ولا الخامس، عندك الزن الكتير اللي حصل من بدايه الدور الثاني في دماغ اللعيبه، في ودن اللعيبه،
ان ده عايزه وده عايزه وده عايزه. فانت اللعيب نفسه زي ما انا قلت الكلام دوت الماتش اللي فات وقلت في اكتر من لقاء، اللعيب المصري ما عندوش الثقافه ان يقدر الضغوط ديت ما تفرقش معاه. لا، اللعيب المصري لسه ما وصلش الثقافه بتاعته ان الضغط اللي هو زن ان النادي ده عايزه النادي عايزه ما يقدرش يفصل. في اوروبا بيفصلوا، في اوروبا اللعيب بيبقى جاي له عروض وهنا وهنا وبيبقى مركز، بالعكس ده بيدوس ومركز في الملعب عشان سعره يعلى ويروح لنادي احسن. احنا عندنا اللعيب بيستسلم، بيقعد يسرح في الملعب. طب بيفكر في الراجل كلمه في التليفون، بيفكر في الوكيل اللي واكل دماغه، تمام؟ فهي دي المشكله، دي الاسباب اللي انا بقول لك، مع السبب الرئيسي جدا كمان عدم التوفيق. وزي ما قلت لك في الاول، زعلك لو الفرقه وحشه، زعلك لو لا لا راضي عن الاداء النهارده في مباراه المولين. انا راضي على الماتشات كلها، الاربع ماتشات اللي فاتوا، لان انت احسن من الفرقه اللي انت بتلعبها. المولين جاي ياخد منك، جاي نفسه في نقطه منك، يعني اسالهم لو تسال، لو كان تفتح تاخد تساله قبل الماتش هيقول لك انا نفسي اخد نقطه من مصر. ولو بقى التوفيق بقى معاندهم كده، لو خسرنا من الماتش يبقى خير وبركه. نفس الشيء الماتشات اللي فاتت كده، انت بتضغط. تخيل انت ماتش، تفتكر ماتش الاسماعيلي بتضغط عليهم ودخل في جون وبتتعادل وبتضغط عشان تكسب، يروح مالتوش جون ملوش لازمه، وانت مهاجم وبتخسر ماتش، بتخسر ثلاث نقط. النقط فيه اللي بعد النقط اللي احنا فقدناها دي، لو احنا لو كان في نصيب وكنا خدناهم كنت ممكن توصل لحاجه ثانيه خالص. انما في فرقه ثانيه ربنا ما موفقها، ده خير وبركه. احنا نتمنى احنا التوفيق يرجع لنا تاني. اخيرا في اجابه سريعه كابتن، النادي المصري في المربع الذهبي من وجهه نظرك؟ هنقاتل وهنحارب في الكوره في الرياضه وعشان نبقى موجودين، لان احنا نستحق. مش مع احترام الفرق اللي هي طول السنه تعبانه وعماله تقع وتخسر وبتاع، ما ينفعش انها تيجي بالصدفه كده تبقى. مع احترامي انا من اول، احسبها حقي، انا من اول ماتش في الدوري حتى بعد كان ماتش الجيش وخسرناه كمان، وانت موجود في الاول، كنت تاني وتالت وتاني وحاجات دي. فانا من حقي، مش الفرقه اللي جايه من بعيد بعد ما خسرت 70 ماتش وبتاع وجايه هوب بالصدفه 10 تعادلات و7 تعادلات و16 تعادل. مع احترامي ليهم انا تعبت، انا بنشتغل ومن اول الموسم وانت في المربع او في المراكز من تاني لتالت ورابع، فما ينفعش ان احنا نفرط فيها. واللعيبه لازم تبقى عارف كده، لعيبه النادي المصري في حاجه اسمها لازم تعاند الحظ لسوء التوفيق اللي عندك، وتتمنى من ربنا ان يفكها. بس كابتن ابراهيم كل التوفيق للنادي المصري، كل التوفيق للتوأم بالطبع. ربنا يخليك، متشكر.